بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستأنف الجلسة. عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة ومجموعة من النواب، حيث نوقش الطلب أو طلب السرية من الحكومة. نوقش الطلب ووافق المجلس عليه، وقد قامت الأجهزة الأمنية بعرض تفصيلي عن استعداداتها تجاه الأوضاع الخارجية ثم ناقش والداخلية، ثم ناقش الأعضاء مع الجهات المعنية هذه الاستعدادات، وبعد ذلك انتهت الجلسة السرية. تفضل أمير العام البند التالي. تم اليوم تقديم إيجاز كامل من الجهات العسكرية والأمنية في الحكومة تطوراً وتحسباً للأوضاع الموجودة في المنطقة. قامت الأجهزة المعنية في الوزارات المعنية، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للمطافئ، في عرض كامل لمدى استعدادهم وتحسباً للأوضاع القادمة. كان هناك شرح كافي وشرح عن الخطط الطوارئ والخطط الوقائية. أنتم عارفين هناك تطور في المنطقة وتحسبا لحماية المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، فكان هناك عرض كامل وتم الاستماع لوجهات النظر كذلك من الأعضاء مجلس الأمة بشأن رؤيهم ووجهات نظرهم.